حعمل البسبوسة ولكن بالطريقة التقليدية، طريقة ستي. حبتدي أعزائي هلأ خطوتي الأولى بتجهيز الصينية، إما تدهنيها بالسمن أو إذا حبيتوا تدهنوها بالطحينة. ونبتدي أعزائي تجهيز وصفة البسبوسة. ما ححتاج شيء، طبق السميد، جوز الهند، عم بستعمل جوز الهند المبروش الناعم، بيكربونات الصودا والبيكنج باودر، السكر، السمن والزبادي، حضيف الفانيليا، وممكن استعمل ملعقة خشب لغاية ما تصير عندي عجينة ناعمة جدا. ما بقدر على طول ادخلها الفرن، لابد اسيبها ترتاح. ابتدي هلأ اوزع عليها ما شئت من المكسرات. هنجيب هلأ اعزائي الصينية الموجودة بالفرن، تحمير يبقى بهذا الشكل. حبتدي اعزائي على طول الشيرة السخنة. اعزائي اتمنى الوصفة تكون عجبتكم. فضلاً لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات.